السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني معايا في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غادي نشاركوا فيها جميع واحد الطريقة غريبة للتخلص من الألم النصفي، ألم الرأس النصفي يعني شقيقة. غادي نشارك معكم واحد الطريقة غريبة ولكن جربتها شخصيا، وفي الأول فاش قالت لي هذه الطريقة هذه من واحد الأخت يعني ما قلت مستحيل أنها غادي تكون فعالة، فاش جربتها شخصيا وعطاتني النتيجة فور استعمالها فور أخذ هذه الوصفة هذه أو هذه الطريقة حسيت بالراحة. قبل ما نبداو هذه الحلقه تاع اليوم كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه تجربكم لاول مره كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناه ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. ولا كانت قناتكم تجربكم كتستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش ليها بالدعم والتشجيعات، جزاكم الله خير. نرجعوا اخواتي اخواني بالنسبه للتخلص من المشكل ديال الالم الشقيقه. بالنسبه لهذا المشكل ديال الالم النصفي ديال الراس فعندو بزاف ديال الاسباب، منها التوتر منها الضغط اليومي منها البرد منها شحال ديال الاسباب ديال اللي كتأدي بالالم ديال الشقيقه. بالنسبه لهذه الحلقه تاع اليوم غنشارك معكم واحد المكون يمكن لكم تستعملوه بطرق مختلفه، يمكن لكم تختاروا الطريقه اللي ارتحيتوا ليها. فالطرق كامله كتحسوا بالراحه فاش كتستعملوها، الراحه الفوريه يعني فاش كتستعملوا الوصفه هذه كتخلصوا من داك الالم. ولكن واحد النصيحه اخواتي اخواني، الا كان هذا الالم كيتكرر لكم دائما يعني كتعملوا الوصفات وكديروا اي حاجه وما كيفوتكمش هذا الالم هذا، فهاد الحاله هذه ضروري ان غادي نزورو الطبيب ديالنا، ما نبحثوش على الحلول البسيطة، نمشيو عند الطبيب لأن كتكون بعض المرات ألم الرأس ولا ألم الشقيقة كيكون عندنا شي مشكل، هذا تيكون إنذار بأن راه هناك مشكل في الجسم ديالنا. داكشي علاش خصنا نمشيو ضروري نشوفو الطبيب. اما الا كان عندنا هذا المشكل كيجي غير مره يمكن لينا نبحثوا على الوصفات الطبيعيه اللي بين يدينا ونستعملوها. وهاد الوصفات من بين هاد الوصفه ديال الطريقه ديال القرنفل، طريقه القرنفل عندنا غنشارك معكم ثلاثه طرق. الطريقه الوحده اللي جربتها يعني سهله وبسيطه هي اللي عطاتني يعني غادي تستغربوا منها ولكن عطاتني النتيجه فورا بعد ما استنشقت رائحه القرنفل بالطريقه اللي غادي نشارك معكم دابا. بالنسبه كاينه الطريقه الاولى غادي ناخذوه بعد ما حبات القرنفل ونديرهم في الماء تيغلي ونستنشق هذاك البخار ديال القرنفل، هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ناخذ القرنفل مطحون ونديرو على شكل كمادات، يعني نديرو مع ماء الزهر ونديرو على شكل كمادات على المنطقه اللي كضرني في الراس ديالي. حتى الطريقه فهي جد فعاله ولكن اللي ما سيستحملش الحراره ديال القرنفل اللي عنده البشره حساسه ما يستعملهاش. بالنسبه للطريقه الاولى كيف ما قلت لكم استنشاق بخار ماء القرنفل، واي ثانيا عمل لبخه او عجين القرنفل ونحطه على المكان اللي عندنا فيه الالم. اما الطريقه الثالثه اللي جربت انايا شخصيا يعني وفاجاتني وهي ناخذ واحد الحبه ديال القرنفل كيف ما كتشاهدوا. انا فاش قالتها لي الصديقه ديالي يعني ما قلتش راه غادي تكون فعاله، غادي ناخذها بالراس ديالها يعني فيها هاد الزهره ديالها، نقوم بحبه القرنفل بالزهره ديالها وغادي نقوم بالشعل يعني ندير فيها نشعل نحرقها بهذا الشكل فقط. هذا البخار هذا اللي كيطلع هو اللي استنشقوا اخواتي اخواني، فدرتها من اول فاش استنشقتها يعني داز واحد شويه وانا نحس بالراحه يعني حسيت بالراحه وانا نتخلص من داك الالم النصفي. هذا طبعا خصنا نبعدو على التوتر ونبعدو على المشاكل يعني اللي كتخلينا نصابو بهذا المشكل ديال الشقيقه. فهذا استنشاق البخار هذه الرائحه ديال القرنفل فجد فعاله. كنتمنى اخواتي اللي عنده هذا المشكل ديال الشقيقه يجرب هاد خاصه هاد الطريقه هذه ديال حرق راس القرنفل ونشمو ديك الريحه ديالو، غادي تحسوا بواحد الراحه كبيره. نتمنى اخواتي تجربوها وتجربوا اي طريقه شاركت معكم دابا وتشاركوا معنا النتائج في التعليق، جزاكم الله خير والله يجيب الشفاء للجميع. ونتمنى الى كانت هذه الحلقه كانت الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم جربكم، ما تنساوناش بالدعوات ديالكم، جزاكم الله خير والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.